معتقلان سياسيان في هذا المنزل، محرران من سجون الاحتلال، عادا ليكونا رهن احتجاز ليس في سجون الكيان الصهيوني، وإنما لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية. نوح قفيشة ونجل شقيقه مصعب اعتقلتهما الأجهزة الأمنية ووجهت لهما تهما متعددة، غير أن العائلة تنفي هذه التهم عدا عن مشاركتهما في مسيرات نصرة للمسجد الأقصى. نوح أسير محرر قضى في سجون الاحتلال 15 عام، المفروض أن نوح مثل شخصية مثل شخصية نوح أنها تتعامل معاملة تانية غير هاي المعاملة، ولكن للأسف نوح بحسبوه على أشياء على إجرام شيء مش عامله نهائيا، معتقل سياسيا حاليا، ما عنده أي تهمة، بس فقط أنك أنت انسجنت في سجون الاحتلال 15 عام. سني اعتقال نوح ومقاعد مصعب الدراسية لم تشفع لهما لدى الأجهزة الأمنية، ولم تحميهما من اعتقال سياسي بات يهدد مصير مصالحة قد تكون في مهب الريح. وين الشعب وين الشعب؟ الأسير الرقم الصعب، الأسير الرقم الصعب. في باب الزاوية وسط الخليل تعالت أصوات المشاركين في هذا الاعتصام الذي نظمته لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، رافضين اعتقال أبنائهم ومعظمهم من الأسرى المحررين وطلبة الجامعات. فالأجهزة الأمنية في الضفة الغربية رفعت من وتيرة ظاهرة الاعتقال في الآونة الأخيرة في ظل تحذيرات ومطالبات بإنهائها. احنا اولا بنطالب بحكومة الوفاق الوطني انها تأخذ دورها الحقيقي وتقوم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وبننتظر ايضا من الفصائل الفلسطينية ان تقف جميعا صفا واحدا في وجه الاعتقال السياسي، لانه حتى اللحظة يعني احنا بنشوف ظاهرة الاعتقال بتزيد ما بتنقص، هناك العشرات من المعتقلين في سجون السلطة، هؤلاء المعتقلين ليس لهم ذنب الا ان لهم انتماء سياسي الى فصيل معين. استمرار الاعتقال السياسي اعتبره حقوقيون مخالفة لمعاهدات دولية كانت السلطة الفلسطينية قد انضمت إليها، إضافة لمخالفته القانون الفلسطيني الذي لا يجيز احتجاز المواطنين على خلفية آرائهم السياسية. نحن نتابع بقلق يعني تزايد هذه الاعتقالات، ويعني ونحن نقوم بمتابعة حثيثة وعمل أكبر جهد ممكن لدى السلطات من أجل الالتزام بالمعايير العادلة والحقوقية سواء القانونية الفلسطينية أو الدولية في احتجاز الأشخاص. أكثر من 70 معتقلاً احتجزوا لأسباب مختلفة، أصبحوا بحاجة لمن يقرع جدران الخزان لطي ملفهم وليعانقوا حرية باتت هي مبتغاهم. قناة اليرموك الفضائية، محمد الأطرش، الضفة المحتلة.